السلام عليكم، أهلا بكم في الجزء الثاني من المحاضرة. إحنا إن شاء الله هنتكلم عن جزء جديد اسمه Operations on Process. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكونسيبت Process، واتكلمنا عن Process Scheduling، واتكلمنا عن PCB والكلام ده كله في الجزء الأول. إن شاء الله في الجزء ده هنتكلم عن حاجة اسمها Operations on process. طبعا ايه الاوبريشنز، ايه العمليات اللي بتحصل على البروسيس، في ممكن يحصل ليها كرييشن، ان البروسيس بتتكون يعني يحصل ليها ترمينيشن. طيب عندنا في انواع من البروسيس، في بروسيس بيرنت اللي هي البروسيس الاصليه، في بروسيس تشايلد. يعني ايه؟ يعني بروسيس طلعت بروسيس تانية، عملت كرييشن لبروسيس تانية من البروسيس الأصلية. طبعا كل بروسيس بيبقى ليها حاجة اسمها البي اي دي أو الايدنتيفاير. طيب لما بيحصل إن بروسيس بتنتج بروسيس أخرى أو بتكري بروسيس تانية، البروسيس اللي تشيلدرن بتكون ليها نفس، بتشير نفس الريسورسز بتاعة الأب، وليها نفس، فيها نفس الأوامر بتاعة الأب، بس أنا ممكن أزود عليه إيه؟ حاجات تانية. طيب هنا في اللينوكس البروسيسز بتبقى تكون عباره عن تري، مش على شكل تري. البيرنت الاصليه لو يعني او البروسيس الكبيره والاصليه اللي هي اسمها الانت بتاخد بي اي دي 1، ممكن يطلع منها اكتر، تكاريت اكتر من بروسيس، منها اللوجن والثريد وبروسيس ثانيه، وكل طبعا واحده بتاخد اي دي، وكل واحده ممكن يطلع منها بروسيس، تكاري بروسيس جديده. يعني اللوجن طلع منها باش واخد بروسيس اي دي معين، والبروسيس دي ممكن يطلع منها ايه اكتر بروسيس، وهكذا بتبقى على شكل ايه شجره. طيب اكاريت البروسيس ازاي؟ في امر اللي هو اسمه فورك. لو انت كتبت امر فورك ده معناه ان ايه؟ ان انا بكريت نيو بروسيس. اول ما البرنامج يجي عند فورك يبقى بيقسم بروسيس بتاعتك لنصين او تو بروسيس، بروسيس بيرنت وبروسيس ايه تشايلد. لو انا نفذت امر اكزيك ده معناه بعد فورك، ده معناه ان انا ايه بهنفذ الانستراكشنز الجديده اللي جوه البروسيس التشايلد. طب انا لو ما عملتش اكزيك هينفذ نفس اوامر الاب، يبقى امر اكزيك بينفذ الحاجات الجديده اللي جوه التشايلد. فورك هنا بيقسم البروسيس لتو بروسيس، البيرنت والايه والتشايلد. لو عملت اكزيك هينفذ الحاجات الجديده بتاعت التشايلد. لو انتوا شايفين البيرنت بيفضل في الويتنج مستني، طبعا هو بينفذ بالسؤال الاول ومستني لما التشايلد يخلص عشان يخلصوا هما الاثنين ايه مع بعض. ده برنامج بالسي بلس بلس. لو حبيت انت تجرب بنفسك ازاي تعمل بروسيس كاري بروسيس من بروسيس، زي ما احنا شايفين هنا بالسي بلس بلس هتنكلود اللايبرز دي سيس سلاش تايبس دوت اتش وستوديو دوت اتش ويونست اس تي دي دوت اتش، وجوه المين هتعمل بي اي دي اندرسكور تي بي اي دي. ده كده معناه ان انت ايه ده اي دي بتاعت البروسيس. او عند السطر ده بالذات اول ما تقول هنا السطر ده تقول بي اي دي بيساوي فورك، ده معناه ايه؟ ان انت كريت هنا اتقسمت البروسيس الاثنين بيرنت وتشايلد، كده انت كريت تشايلد بروسيس. هنا الكونديشن ده بتقول لو بي اي دي اقل من زيرو يعني في ايرور حصل في البروسيس، ايلس لو بيساوي بي اي دي بتساوي 1 معناه بتساوي زيرو معناه ايه؟ يعني انت جوه التشايلد بروسيس. ليه؟ لان لسه بروسيس فاضيه، بي اي دي زيرو فاضيه، هتتنفذ جواها مثلا امر زي ال اس اللي هو اللي بيليست الفولدرز مثلا، اكزيك ليب ده بايه اكسكيوت الاوامر دي. ايلس يعني بي اي دي اكبر من زيرو، انت عند انت جوه البروسيس البيرنت. وزي ما احنا قلنا البروسيس البيرنت بتفضل مستنيه لما تخلص الايه التشايلد ويخلصوا الاثنين ايه مع بعض. ده لو هتشتغل هتعمل كرييشن بالاي بي اي، ده الكود بتاعك. يبقى اذا انا عندي
عندي بروسيس عباره عن، طبعا عشان بروسيس تنتج بروسيس اخرى بيكون بامر اسمه ايه؟ اسمه فور. ولو احنا اشتغلنا مثلا، لو انا مثلا حبينا نجرب كود معين مع بعض جوه، طبعا انت طبعا عشان اكتب البرنامج ده هكتبه فين؟ ممكن اكتب مثلا البرنامج ده جوه اللينوكس، هتفتح الكود بلوك مثلا وتكتب الكود ده وتشوف بنفسك والتست ان انت وانت بايه بتجرب البروسيس ده، بتجرب ايه البرنامج ده، بتجرب تكرر تعمل كريشن ليه للبروسيس. يعني مثلا لو انا حبيت مثلا اطبع كلمه هلو بعد فورك مثلا، لو انا كتبت هنا في الحته دي كتبت مثلا هنا برنت اف مثلا، برنت اف هلو مثلا، طبعا يعني لو كتبت مثلا هنا برنت اف هلو ايه اللي يحصل هنا السطر ده، ايه اللي يحصل وعملت ران، اللي هيحصل ان كلمه هلو هتتكتب، الطبعه هتلاقيها طبعت لك مرتين على السكرين. ليه مرتين؟ لان انت المره الاولانيه البيرنت والمره الثانيه تشايلد، لان انت اول ما عملت فورك كده انت عملت بروسيس ثانيه، فلما طبعت كلمه بعد يعني بعديها طبعت كلمه هلو، البيرنت هيطبع هلو والتشايلد اللي انت عملتها الجديده طبعت ايه؟ طبعت هلو. تمام؟ طب لو عملت كومنت للفورك كده معناه ان انت جوه الايه؟ جوه البيرنت، جوه البيرنت مش يعني ما فيش تشايلد خالص. طيب يعني طب لو البي اي دي بيساوي زيرو ده معناه انت جوه ايه؟ التشايلد. اكبر من زيرو انت جوه البيرنت، اقل من زيرو ده يعني ايه؟ ان في ايرور. ايه؟ ايرور حصل. طبعا احنا برضو في حاجه برضو عايزين نقولها، ان البيرنت والتشايلد، البيرنت بتفضل في الويتنج، ما بتحصلهاش اكزيت، ما بتخلصش الا لما التشايلد ايه؟ الا لما التشايلد ايه؟ تخلص. تمام؟ طيب احنا عشان ما نطولش المحاضره احنا هنكتفي المحاضره بالجزء ده مع الجزء الاول، وان شاء الله نلتقي في المحاضره ايه؟ الثالثه اللي هي الجزء بعد كده، محاضرة جديدة يعني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.